قد يظن البعض أن الدعوة فقط خاصة بالرجال وأن النساء ليس لهن يعني شأنا في الدعوة. يعني penser que dawa existe pour bon zone. Qui bon madame n'a pas aucun rôle pour zone soué dans sa parcours qui appelle dawa. ذكرنا لكم الذين اللواتي كملنا من النساء. Il mentionne le commencement à cinq madames qui complétaient parmi bon madame. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تعد من كبار الصحابة الذين هم أهل للفتية. نعم. عائشة رضي الله عنها regardée parmi les grands sahabas qui capable de fatwa. عالمة. فقيها رضي الله عنها مفتية أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الداخل في داخل بيته. نعم كانت رضي الله عنها تضع بينها وبين الناس يعني ساتر حجاب وكانت تفتي الناس تعلم الناس رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها تمتى بعفان بالي سجلي avec بنتيمون ماشي دونزوت la connaissance et qui donnezot fatwa. فالمرأة لها دور عظيم في الإسلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Madame, il y a un grand rôle pour les souhaits d'Islam pour la dawa vers Allah subhanahu wa taala.